بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. معانا سؤال النهاردة من إحدى الأمهات بتستفسر، بتقول إن الأب دايما غايب عن البيت وده بيحط حمل تقيل عليها هي، وأحيانا بتلاقي نفسها مش قادرة تتحكم في الأولاد وتحتاج لمعونة الأب، فبتسألنا يعني بتطلب المشورة. يعني الحقيقة أنا الموضوع ده موضوع من الموضوعات الملحة في بيوتنا هنا في الغربة، وأنا قابلته كتير جدا في العائلات بتاعتنا هنا في هولندا، وبشعر دايما أن غياب الأب عن البيت بيأثر كتير جدا على نفسية الأبناء. وبرضو برجع أقول أن وجود الأب في البيت في حد ذاته ما هوش هدف، لكن الأب لما يبقى موجود في البيت لازم يعرف هو دوره ايه في الأسرة، واجبه ايه، ان هو يعمل ايه. فايه فايدة تواجد الأب في البيت لو هو مثلا لما بيبقى موجود بيفرط في تدليل الأبناء ويحرمهم من توجيهاته التربوية مثلا، او اذا ايه فايدته اذا كان في البيت لا يعدل في المعاملة بين الأبناء، يعني مثلا يميز او للولاد على البنات، او يميز ده عن ده، الكبير عن الصغير، برضو مش صح قوي، يعني مش كويس، انها بتخلق غيره وتحزب بين الاولاد وبعضهم. وايه فايده وجود الاب في البيت لو بيتعامل بقسوه وعنف مش بلطف ولين ومحبه، ويحضن الاولاد ويطبطب عليهم ويحن عليهم وقلبه مفهوش رحمه على الاولاد؟ ايه بقى أسباب اللي بتخلي الأب يتغيب عن البيت؟ نمرة واحد، العمل. في بعض الأباء أعمالهم بتقتضي إن هو يغيب ساعات طويلة جدا عن البيت، خاصة لو هو بيشتغل في حتة بعيدة عن البيت أو بيتغيب لأسابيع أو لشهور. واللي أنا لاحظته إن احنا هنا في الغربة بنحب قوي إن احنا نشتغل لساعات طويلة جدا من النهار وممكن من الليل ايضا، واخدين بالكم؟ وبعدين كل ما الواحد بيشتغل كتير كل ما بيكسب كتير، والحكاية دي ليها متعة خاصة ان هو بيزود دخله يعني. ولكن ما ننساش ان غياب الاب عن الاسرة بيخلي الابناء سلوكياتهم مش مظبوطة وبيأثر على نفسيتهم، ويفقد الأب زمام السيطرة على الأسرة. أيضا من أسباب تغيب الأب عن الأسرة الأصدقاء السوء، لما يتجمع على مجموعة من الأصحاب وبعدين يبتدوا يخرجوا بالليل ويسهروا ويعملوا بقى سمر ويعملوا لهب ولعب بعد منتصف الليل، ويعني تركيزهم في البيت بيبقى ضعيف جدا، ما يدوش الأولاد إلا ساعات قليلة. وأيضا من أسباب غياب الأب عن الأسرة الخلافات العائلية، يعني وجود خلافات بين الزوجين بيخلي الزوج يهرب من البيت دايما، مش عايز يقعد عشان ما يخشش في مشاكل مع الزوجة. وهنا بقى الخطورة إن هو ممكن بره البيت يجد مغريات كثيرة، وقد لا تجد الزوجة الوعي الكافي إنها تقدر تحل مشاكلها مع الزوج وتجذبه إلى بيته وإلى أسرته ويرتفعوا بمستوى البيت مع بعض. والرأي المثل ما بيقول كلكم راعي وكلكم مسؤول عن الرعية. لكن تأثير غياب الأباء عن البيت في سلبيات خطيرة جدا بتظهر في سلوكيات الأولاد، فبتحرمهم من الجانب العاطفي اللي الأب المفروض هو يديه للأبناء، وبتعدم المشاعر العاطفية بين الأباء والأبناء، وممكن الأولاد يجي لهم اكتئاب. تبص تلاقي الولد قاعد سرحان في المدرسة مش مركز، أو الطفل يجي له قلق أو خوف. وبعض الأطفال مثلا تبص تلاقيه يصحى من النوم خايف، أو مثلا زي التبول اللا إرادي أو العزلة، أو يقعد يقطم في ضوافره. كل دي أشكال كلها من الأمراض اللي بتيجي للأولاد اللي هم محرومين من العاطفة
الأبوية. هنا بقى بنحمل مسؤولية للآباء إن هم يركزوا ويعطوا اهتمام، إن هو يركز ويقعد في البيت ويدي وقت للأولاد وما يقصرش في تربيتهم، ويستثمر جزء من وقته مش للعمل كل العمل، لا برضو للاهتمام بالبيت، دي حاجة أساسية. وفي دراسات تربوية وضحت لنا حاجة جميلة جدا، أن الأطفال اللي في مراحل التعليم الأولى في الحضانة أو في الأطفال اللي في الدراسة الأساسية الابتدائية بيجوا من عائلات مستقرة، بيتمتعوا بذكاء وبنشاط وبكفاءة علمية مرتفعة جدا، سواء في التحصيل العلمي أو في الذكاء أو في التفوق الرياضي أو وسط الأولاد يعني. عكس بقى اللي هم جايين من عائلات فيها الأب مش موجود، فبيبقوا جايين غايبين يعني، مش مركزين، مهملين في واجباتهم، مهملين في تحصيلهم العلمي. وطبعا برضو ما ننساش ان غياب الاب هنا بقى من الناحية الدينية بيخلي الاولاد يفقدوا القدوة والسلوكيات المسيحية، مثلا الاب اللي ياخد اولاده ويروح بيهم الكنيسة، او الاب اللي هو مثلا خادم ياخد ابنه معاه في الخدمة، فالولد يشوف باباه خادم فيحب هو كمان يبقى خادم، او شماس يحب هو كمان يبقى شماس. برضو وجود القدوة مهم جدا، وتحمي الأولاد من الانحرافات اللي موجودة في المجتمع. ربنا يحافظ على عائلتنا وبيوتنا، وشكرا على هذا السؤال الجميل. ميرسي خالص.